أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة عبسة مكية، وآياتها 42. سورة عبس إلى سورة مكية، وهي قرآن مكية كديك، وهي آيات يا فرتن إلا ما أيضا ترتيب ده سورة سيئتنا دواي. سورة ما دام سورة مكية انتبه ما إليه كوهدلاس أصول عقيدة الإسلامية كوهدلاس قارهان رسالة دلائل قدرة الله تعالى قيامها بنتبه كوهدلاس وحابة إلهي قدريس ندريس وحدانيس وفي خلق الإنسان والنبات والطعام هي سورة كوهدلاس. سورة ما يكبر الله وضعه بذكر قصة الأعمى هندولك قصيدس أولا رجل عبد الله ابن أم مكتوم لأنك أصول رسولك أن كوي أصول نتيف فضو إنس رسولك والكبار رسولك ما يكبر مشغول سنة جماعة أو كميدة أو ديالك قريش إسلام كبيري حذلك رسولك مركون ورجيش القوي رسولك أرهن تأسولا لوجه توي يعني ورشيريش القوي لبسدي تأسولك رسولك لك آذي. سورة مركز بعد ما يكو هذا الآس جحود الإنسان إنسان كما يبواها مدى أذيجي يحق ديديس يقال نميس أبان يالك وإلهي كقاله اسمارك أنك جسار ونعمد إلهي قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق. سورة ما يكو سي هذا الآس ساسوكر الدلائل قدرة الله تعالى في هذا الكون آهي إن إنسان إلى ينفضى يسول العيش فنظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقنا هذا الشق فأنبتنا فيها حبا إلى سير. سورة مالك يقولنا هذه أهوال يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم بدأوا تفسير هذه السورة بالله. بسم الله ألم قاعد شيك بالله ألي الرحمن نحرس عامك الله ألي الرحيم نحرس قارك الله. هاي قال تعالى إله مبري عباس وجع أبوسي وتولى جسدي أن جاءه الأعمى إنه سنكوي درادية هندولكي وما يدريك ما يقوله لعله إنه سمدني يزكى كويس ظهيره إنه سيتطهر وأما يذكر وانسما فتنفعه أنفعاسه الذكرى وانذا أما من قفك استغنى ديغتون هذه فأنت أذه له لنك لهانتس يتتسدى إنجيس ذاس وهذا الشيء اللي قلت ذاس تتعرض له وتصغى لكلامه وتهتم ميد نازل بتبليغ دعوتي وما عليك أذكر كما ألا يزكى ألا يتطهر إن اسمرنا اسكو ظهرنا من دنس الكفر والعصيان أظم كسارا أظم كسارا والإنشاو بس وأما من جاءك وأما من قفك جاءك كيكوي يسعى أسود داله وهو والحال هو أسون يخشى إلهي قفصه فأنت أذى تلها مشغولة عنه سيجيك مشغولة كلا كآل عرنك لا تفعل أنوالي بعد اليوم إنها آياتك إلهي أذهك إلى دري تذكرة وان الليوان فمن شاء ذكره لكي فلاك وان سمعه. أصبحتون سأيضون هو رسول نزول شمال الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا رسول الله مشغول سنة مع سنة ديد قريش وذي قريش يلا فيدي يدعوه ما ينكوير الإسلام ينكوير وكان يطمعه ما دمع سنة في إسلامهم أيها إسلام رجوا غبي رجاء يسلم أتباعهم هدفك رسولك وذي لكم بس ما يأمن سنة رسولك وان اسكو بديه يا شيء اسكو عادي وها حدد دوالكم اسلامان ان ولا نتي راس نو حسو اسلام دونا ساس اوديالك خوغان ساراي ددك مدخده اوديالك يغناست ددك وين او بلشيده هوغاميو بلشيده هن دوج اه رسولك ما انك مشغول سناي اديو اسلامان ان دد بان غير جو اسلام دون امن اسمركون نمنكي ورلوده يما ان كويل رين جاء اليه عبد الله بن مكتوم وهو اعمى لكن دوله فقال مري يا رسول الله رسولك إلهي علمني مما علمك الله وإلهي كبري كبر
وكرر ذلك يا إذن كنا وهو لا يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين إن رسولك كمشغول سنين مشركين هذه يا ذي قال فما بالهذا الفن لا قال هو من دمنا وقده لا قال هو من دمنا إيه ما حبب الله نسكو هاي ست ولا فلا نسكو عبد الله يقول تي رسولك إن هو الحاي إن قبنا عادي كعالم ما حبب الله نهاية هندو جينا قبنا إيه رسولك أنا مكان كمشغول وقت ساسة ولا ليه فكري رسول الله ما يدب سدي قطعه جوجي لكلامه جوي وعبس وجوج عبوسه وعرض عنه وأن كجيس وقال في نفسي ماري يقول هؤلاء هم يقرأنها إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد ها يعني ما رسولكم ما للرهي هندوليال ضد مساكين إذا دونتي الضامة حريد بن هايزن فعبس وجهه وأقبل على قوم كيك جيسدي يكلمه رسول الله عليه فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أيضا هجيدي عتابا للنبي يقول رسولك لآذي وأنت إلهك آذي مسا سنقول للي هذا رسولك إلهي القرآن إلهي جيهم كوي قريفا ما إلى أيضا قريفا أيضا كلمة ذا رسولك والمقريان نبدأ نقول المقريان مستحيل كويت ما يكلكم ماذا ترى رسولك إلهي ما يبرهاي لهراي يعني أدبني ربي فحسن تأديبي رسولك ما ينسي إداي أيضاً لك إداي مهمة رسالة دوليت آهي والبطن إلهي ما يبره فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخي عن نفسك تكون إسكالك دولر لكن نحرست رسولك زائد هايت آهي ولذلك ما يلهراي رسولك صلى الله عليه وسلم هدي عبد الله ان كوي ميل ري جوجي ان فيدي جري مرحبا بمن عاتبني فيه ربي لنجي ربي اسدرتس ايديا اتاير الهي ادرتين ايديا يا رجرين جوجي ان فيدي جري رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ميكم من السابقين الاولين في الاسلام رسولك مرقوم ربنا لهذا الميل ري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك هن لوغا نمكا دافني لير اهي عبس رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وجه ابوسي وتولى جسدي انجاه من انجاه انسن كوي درتي العام هن لوغ انجاه من انجاه انسن كوي درادي العام هن لوغ او فقد بعد كلامه هذا الشيء قوي درادي وما يدريك ما يكوغاه نبي الله محمد لعله إن مذني يزكى كإصدهره من الذنوب والمعاصي والشرك والجهل كل إصدهره ما يكوغاه أو بس يذكر وابوان سما فتنفعه أنفعاسه الذكرى وانظر أما من قفك استغنى ديغتون عن الله وعن الإيمان إلهي وإيمان لك ديغتون هذه بماله بما له من الثروة والمال حنتي سايسة درادي يا أولادي إلهي سيئو نعمل سقاب درادية جاهق إلهي سدرادية إلهي كدقتونا إنه إسلام إسلامنا يو إيمان كدقتونا فأنت أذا تسدى أي إنجيس داس له لنكاسة إنجيس داس أدقن سداس تتعرض له لنكاسة أم بمبهاز وتصغي كلامه هذا الجي ذكر أرياس فأنت أذا له لنكاسة تسدى ذكر أرياس أو إنجيس داس او ان دين تجيسد اد اندنس وما عليك هذا كركمه ولا حرج عليك والدنب كركمه الا يزكى الا يتطهر ان سنطهرنا من دنس الكفر والعصيان ان نار قال ادولك انت لما ان عليك الا البلاغ ادميك سارن هان ديرسين فانما على رسولنا البلاغ المبين وما على الرسول الا البلاغ المبين مراس القرآن رسالة ولد داي هاهي لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رسولك ما إلى لي فذكر
إنما أنت مذكر أدوان لي مذكر لات لست عليه بمسيطر قل لك صلي يا دميدي إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أهي وأما من قفك جاءك كين كوي يسعى أسوها الدق دقو لطلب العلم إنها الدق دقو والأجل إنها الدق دقو وهو والحال هو أسون يخشى إلهي كوبسدو يخاف الله تعالى فأنت أذى عنه سجيت لها كمشغول فلا تفعل أنوالا كلا أي لا تفعل أنوالا كلا كعال أنوالا إنها آيات إلهي قرآن الكريم قد لها جديد رسالة وحيقة تذكرة وانوى موعدة وتبصرة للخلق وخلق تسنتي وانوى فمن شاء لنك فضو يذكره كوان سماه أي فمن شاء لنك إلهي فضا من عباده من عباد الله دومجيكم إذا هي اتعذى بالقرآن تذكرة وانوى فمن قف في شاء وسفضا مرقون شاء ذن أي لنك أي شاء فاعلش أي هذه إلهي نقرانا فمن شاء أي فمن شاء الله لانك إلهي الدون يذكره وانسمه ميك الأرقون فمن شاء الآيات والعذات وعدد آياتك إلهي وحيق السمدها قدقى لانك فضو يذكره كوانسمه لانك فضو كوانسمه ذات كان اسمه أمر عادله أي فمن شاء من عباد الله لانك فضو آياتك إلهي دوما جينكم إذا وانسما في صحف غورنت آيات كده في صحف غورنت ورقضة أما هانشال أما كتاب في صحف غورنت صحف وهانشال أو مكرمة لكرامي إنها تذكر إنها هذه كجنة إنها آيات آيات القرآن كتذكرة واي فمن شاء ذكره لانك فضاك وانسمه في صحفه غورنت ورقضة أو مكرمة لكرمه عند الله إلى عروس مرفوعة الطهيري أو مرفوعة لكرويلي أو مطهرة الطهيري مرفوعة عالية القدر والمكانة مكان هان إشرفها من سريت أو مطهرة للطهيري منزهة لك نزهة عن أيدي الشياطين وعن كل دنس ونقص لك نزهة بأيدي سفرة كسوغنت بأيدي ملائكة ملائكة عنتي كسوغنت ملائكة داسو سفرة سفرة سفيرة يلك جيد مانا سفيرك ووكيل ملائك إلهي وكيلي يقع عنتي وكجرت جعلهم الله إلهك ولي سفراء نمن وكيله بينه وبين رسولي إلهي ورسولي سلاتيو وكيل أنك جبريل أنوين ملك جبريل وأفضل الملائكة هي أنوين آهي. فمن شاء لك فذكره كوانس ما في صحف قرنت صحف تاسو مكرمة لكرامي مرفوعة لكرويلي مظهرة لطاهر ويلي بأيدي سفرة بأيدي ملائكة نقص ملائكة سفرة أو سفيرين دنجريال إلهي ورسول شي لما إلهي يرسل سن دحيا وكيل إلهي كرام على الله إلهي كرشينه كرامك لا بررة باريال أو كرام صوب أي مكرمين حان الله كرامين أو بررة باريال أتقياء سلحاء لا يعصون الله إلهي مكعاسا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سفر الله مركوم إلى رأي وملائكة وحيق كشق يسول الله إلهي رسول الله تيو كشق يسول ملائكة وجبريل وينيا سفر الله حديثك ما يبهاي رسول صلى الله عليه وسلم ما يبهاي لأنك القرآن كحافظ كأه والذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة يجري ملائك دي سفرة سفيرت هاين أو كرام صوب نايم بررة بحرية الكائن لجر والذي يقرأ القرآن هو يتعتع فلو أجران أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفظك رسول كل سحاب معنى قصاصه لانك القرآن كأخرى وان لبك أخرى قف يونتي انتا كرى وانتا كرى كأخرى وان لم أجر لي آهي قال تعالى إلهي مريق وطلال إنسان وإنسان كلا لعنة إما أكفره ما يكون جسارنا بضن
من أي شيء شيء خلقه لكم من نطفة نطفة بي أو جلعسا أو حقير يا خلق إلهي قومه هو إنسان كيف قدره وان إلهي قرشي قدري قرشي إلى جيد عبري يعني عبر هذا كسؤال مركز صمر كعزباد السبيل جدك يا يسره إلهي فضاي جدك أعيس الأرضها كوكبها فضاي بنان كويفة يا إلهي فضاي أدوين عشان إلهي ما يبغى مرتين كري آه صمر كعزباد أماته إلهي دلي فأقبره قبريا صمر كعزباد إذا شاء أمت إلهي فأنشره بي كلا كأل لما يقضي مجدن ما أمره ولا إله أمره مفير ومجدن الأر إلهي مبارك قتل الإنسان إنسان كيلا لعنة ما أكفره ما يكو قالنا مبضن قتل الإنسان لعن الإنسان إنسان كيلا لعنة ودريد من رحمة الله ما أكفره ما أشد كفره قال نميس ما يكو دورنا مبضن من أي شيء شيء إجابة خلقه إلهي قوم من أي شيء شيء خلق الله إلهي قوم هذا الكافر حتى يتكبر على ربي ربي جي يسك كبره ما يلو قومي من نطفة خلقه إلهي دائما من نطفة أي من ماء مهين بي ضعيفة ومن أي خلقه إلهي قومي فقدر إلهي قدري هو إنسان قدري في بطن أمي أيس الله ذلك قدر أدوارا مراحل نطفها على قينا على قي كتبي هنجرنا يا ملاك مضغين هذا الرجل عدهلي بأن هذا عدهلي بكتابي لا فلان صوب لا فاجي هلي بسهر فكسرنا العظام اللحم ثم أنشأنا وخلقنا آخر إلهي جنين كامل كنا إلهي أمسس كل ما سر روح على قافوف وهكذا نبدأ إلهي الوشين من نطفة نطفية خلق وإلهي أمي فقدره إلهي قدرين في بطن أمي أيس ورديك قدر أدوارا مراحل أسوم مرو الله ابن كثير من باري قدر إلهي قدر رزقه ورزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وسد حديثك بهاي إلهي قدر ثم قال بعضنا السبيل جدك ييسره في الضاي الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى حسن بن سيار ما باري كيف يتكبر سئن كبر واري من خرج من سبيل البول مرتين لن كمل راي دبد كاده مراس كاده مرنك لما توقع كمارس ان كبير يعني من جاء الذكر والفرج يعني مرنما يقباه يعني فرج يقباه مركوره اسمه باوس اي صلى الله عليه وسلم مركوره هذا الله عنه سازو كالله ملا نوع اسمه كبير مركو ثم الله السبيل جدك يسر الى انفوضا ولاده لك جيد للمضى اي صلى الله عليه وسلم الى انفوضا وسنه بده اياك لذلك اقدمي بها dalmadaas markii la raay yani gibirta madan iyo foolato meel ka mag magaday dad filay duug filay inuu nukeen dhalawana filay in arituu nijeeso dhimadana umurraana filay le dad filay duug filay le meel markuu meel ka jeede dad filay duug filay le kale yani anta badan ay boo dhibaato badan markuu ilaahay fududay maay wal oo bani'aadanka shugul kaleeyma قليما هات له صوبه ونفس الدية والآن تين معانو لهم أمالا إيس هلاقو لهم صاب إلهي ذاتك بريئت لكن حلمة مركز حلمة ثم مركز بعد السبيل الضريق يسره إلى انفضاي ثم مركز بعد أماته فأقبره مركز السبيل يسره الدنيا شين إلهي كوري لمو يقول سواه رجل عنك والا أمرسي شغي ثم أماته مركز أجلس ديره إلهي الدلي فأقبره وأنا قبره بل كقالي إنسان قال كرامي والدوغي سيارة غير الدوغي والدواق دم يلوك جيد جيد اسمان قضاء قال خزن مبارين وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات يا نولان تسكال يقول شرف بدنين إن للدوغ دوغو كاز مركون شرفه ثم مركز بعد إذا شاء حين يشاء الله إلهي مركز إحياء وينسها النار ينشره إلهي بيه يحييه بعد موته مركز بعد إلهي النار للبعث والحساب والجزاء بيه
وإنما قال إله ما يمين أره إذا شاء لنره لأن الوقت البعث غير معلوم لأحد حلق لها باو إلهي ليك كلا كآله لما يقضي إنسانك مقذن ما أمره ربه ولا ربي أمره مقذن ما أمره وإلهي أمره مقذن أي بل كفر وجحد وكند يعني جسار ما يقال ما يصوبه قال تعالى إلهي مريف فلينظر الإنسان إنسان كفيري إلى طعامه ونقرجه فيري أنا أنو سببنا شبني الماء بيو سببنا شبه ثمر خاص بعدنا شققنا أنو دنبالنا الأرض أرض شقا دنبالمو فأنبتنا أساني فيها أي منها من الأرض حبان هاكو ساني وعنبا عنبا هساني وقضبا هساني وزيتون زيتون هساني ونخلا وفاكهة هساني ما يري وزيتون زيتون هساني ونخلا جيت مريض هساني وحدائق غلبا يا حسن وبساتين او غلبا كثيره الاشجار غير بلغه صار وفاكهه قضار صار وابا عشب عشائش وحاب حول اوان نورها صار متاعا اي تمتيعا راح لك وسلسين راح ولا نعامك ونعمريت راح ودراديه الى ما بري ان سببنا الماء ير فلينظر الانسان انسان كفيريو الى طعامه هنجرجه فيريو أنا صببنا الماء بيوش ابن سبا أي أمطرنا من السماء مطرا خوفا سمدك شيئا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب قدرنا ما يبقى سمد حق الله ما يقول شيئا روب فأمطرنا به الأرض للكاك الروبين ثم شققنا دنبلنا الأرض أرض الشقة دنبلمو فأنبتنا ريدها سار مكر وشال دنبلم إلى روبه وكوي دول كلهم يبقى فوري وسنون دقاق اهتزت وربض وأنبتت من كل زوج كريم إلى ثم شققنا طريقنا الأرض هذا بخروج النبات منها سيدرتان قبطون طريقنا شقا بديعا لكن دنبلم وقرح بنوا فأنبتنا هسان فيها أي منها من الأرض حبا أي حبوبا هسان الحبوب كل ما يقطات ويدخر شيكا سوقوضها لنقامو ولكي سوى اهي مرقصاص حبا حبوبا يغتات الناس به ويدخلونه يا ساري كذرة والارز والشعير والقمح والحنضة والعدس والفول وما الى ذلك ولا رزقها الله اهي وعنبا عنبا ساري وشهيا لذيذا ايضا ونبذا وقضبا يا سارني بقول يا سارني بقل بقل يا انصراتي يا سارني قضبا امركم ولا يركم مر ما يقول ماذا ولا نهار يفكر الانسلي القضب ما لا راي كل ما يقطع من البقول والكسر بقل كلا يقول يقول ولا حنبلون لا امو تلا كرسدو ولا علينا دن وتلا كرسدو يونتي تي ارنش لك امو دن الى يا سار من هاد بير ليدن اسكو اكسجين ما اكسجين اللي اول مره وحيابان كوري بيرجو كلام قبلغا كوميدا قبلغا سو كوميدا راسوغا كوميدا داي داي اوتي بكريدا كوميدا راسوغا كوميدا اني مدو حتى مرغي بادي شو قال بيرو بها نفس دي مير اس مرغي بس يعني ارزاق دلك اماجر كورني تولا راجرت غمرو قراش اماري ماري جرت يعني وهكذا بدني وحيابان الامو ما جراها الكم أو حاول يراه واردومي ما هلق لراه كمدا لون سكارك لونوكا كمدا أمر لون سكارك كمدا حني ماين أنواع الأونتي أونتي أو حو العامة هي تنلا بوردو بيقول كونا تيران أن سلاطة كوستة يعني كبسرك بصلة وحبا أو ترد كبان الله بوردو كل عمل إسكاره بقول يل إسكاره قضب كاسور كجدله فيامبوتو أزدو من البرسيم المهرهم ما يكال مدارهم مثل البرسيمي واي الفصت والباقلاء والكرات كرات الباقلاء يعني ملأ ربربروني ذي كل قضب الأرى وحدائق يا إلهي هساري حدائق أي بساتين واي بيرجيدت وغلبا جيد بلغ هساري وحدائق غلبا إلهي شلي ما مرني في سورة نبأ وجنات الفافا
وجنات الفافا إما إسكمده وحدائق غربا إسكمده كليه وجنات بريال برجيد الفافا أو أودي إسكواد بنجيدو جي إسكواد بن إيو وحدائق بساتين برجيدت أو كروغ جيت كست عم بقى كروغ ليمد كروغ دو يعني ببل مد كروغ دو زيتون كروغو تين كروغو والكست كروغ جيد كست برجيد بلاري نوع جميل أشجار رومان يعني رومان كيالو يعني جيت كستوس كيالو سبانديس كيالو يعني أناناس كيالو شاه إبونك كيالو كلو كيالو مجلس قدام أرجو واحد دقيقة وبساتين برجيد أسندوين أو غلبا جيد بلا وفاكهة أسارني جميع أنواع الفواكه والثمار يا أسارني وفاكهة أسارني أي وأبنها سارني أبن مركون وبرسيمت وحبل الرواي ما تأكله البهاي من العشب والله والنرأة حول آمين أبن الأرى سيد إمام قرطب الشيء حني لنكما يفضل يسون النور الهلا حول جينة النور الهلا الأب مال أرى المرعى والداغوى وكل ما أنبتت الأرض مما تأكله البهايم كالكلى والعشب إيه مراعي ذا أبن الأرى داك يا سار مركم نورا سار حولينك نورا كلوا ورعوا أنعامكم إلى مانا يسين والآم والروبك سين باي آم ورعوا أنعامكم نعمريتنا داك صدا حولها بداغن إنسان كم بواسطة حولها يسين نورا واسطة ديوك نورا يسون إلى عانك وهلا هلبك وهلا جديدك وهلا ترنك وهلا يعني تي تناسل فرب بدنك وهلا مركزات هدي حولا أبارسان لماشي قلن ما عندلاين ما نوي مالدو مخلب نمله خسار له فوقكم مركم وحيابا كوي ولما ضري ولا انسان مركم ولا نبات حبه توس بان امن وعشابتي ولا دن دولكا كوباي نبات دو ولنا حوله طريقه هم با لذلك دعوه اونتي ربدون كمي كوميد هايتي اللهم ادير لنا ضرع الهي لبغ نين هلمي حوله لبا جو اندد نين هلمي اونين دريري وأنبت لنا الزرع أبورك ناني سار نوالله مركم بإله كجرت انتعصم إله من والي أننا صببنا الماء سبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا سارنا الإله كذلك الزيتون سيشرفه لنحس أننا ونصببنا الماء بيوشي من سبا شبوك روبك يلك جيد ثم شقنا الأرض أرضا دنبالنا شقا دنبالمو فأنبتنا سارنا فيها أي منها حبا حبوبا حبوب يا كساني والحبوب يا كسارني مزجي يجي لي ينتي بريز يجي مدي ينتي ملا رئيس رين يو حبا لمت كلامه وديرتو كمدة تا لويس كمدة يعني سمامل كمدة كل هذا يو الكلام لون كسر إلى يدوم جل مالا كنوراي حبوب دبتاس وعنبا عنبا هساني وقضبا فواكه هساني يعني وقضبا بقول هساني بقول هساني يعني ولا حنبل الا ما ودان لك جيد لو داربي مراسه ونا تو غدار له ران ما غدارت شل غاده مر ولي مره ومره مرانه فاكيرا ولا مرن هاينه حنبل اما وانا اب خضروات را اگر قضبك كاسمر وزيتون زيتون حسن زيتون هاملن حسي واجد شرف بدن وا ايدن قيم بدن ونخلن جيت مرد حسن لم جيت شرف بدن ور دهر لو معمر وحدائق بساتين أسان أو غلبا جيد بدن وفاكهة أسان قدار إيو أبا إيو نتاي نور إيو داك إدوك إيه أسان أرهي وحولين كنول ضايا متاعا يأنوالني لأجلي فعلنا ذلك تاسسو بني هي أخرجنا ذلك تاسه بني وأنبتنا إيه أسان متاعا إيه تمتيعا راحين الله راحي لكم إسنا سين راحي والله سين نمعي إيو لنعمكم نعم وليتين فإذا جاءت هذه كويت الصاخة تقيل هذه كويت صيحة القيامة الجيدة قيل هذه قيامة هذه كويت يوم مال ويفر المرء لا كرور من أخيه ولا شيء وأمي أيس كرور وأبي أو شيء كرور وصاحبتي بلاميتي زوجي سيكتبه يا كرور وبني أولادي سكرور لكل امرئ منهم قفقس يقوم ذا يوم إذ مالك شأن وقسوني شأن قس يغنيه داقو وجوه وجال يوم إذ مالك
مصفرة تؤفتي مسوي ضاحكة قصراسو مستبشرة بشهر ساسوي ووجوه وجالن يومئذ ما نك عليها كرجة غبرة بصهاتي ترهقها ميد دبولي قطرة بقد إمدوان أولئك هانس النوعسه هم يو الكفرة قال دي والفجرة فاجرين تهين وان استهل شو إلهي مرسي. فإذا جاءت هذه كويتو الصاخة الصاخة اسم من أسماء القيامة واي صيحة القيامة تقيلا سدية كويتو يوم مال واي يفر المرء لنك كرارا من أخيه ولا شيء كرارا وأمه آيس كرارا وأبيه آوشي كرارا وصاحبته بلاميت الزوجيس حاسي هاي تكرارا وأم وبنيه وأولاده أولاده كرارا واي لكل امرئ قف كست أم منهم من الناس دتكو كميدة يومئذ ما نجا الشأن وقسوني الشأن قاسو يغنيه دقا لنقص نفسي يرود أرندا وجوه وجال يومئذ ما نجا مصفرة مشرقة ومبهجة وتفرح سوا ضاحكة أي فرحة ضاحكة تقص هذا مجنة فرحة وتفرح سوا ومسرورة ومستبشرة بشهر إسلاس وجوه وجال يومئذ ما نجا عليها كرجة غبرة بصحات غبار ودخان يهال ترهقها أي تغشاها ما يدبولها وتعلوها ما إلين قصارنا قطرة ظلمة وسواد مقد ينتهي ميدو قصارا أولئك هانسي الصفات كصحهم كلون سدان هم يو الكفرة وكافرين تي الفجرة فاجرين تهين واي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا الأشجار عطلت سورة التكوير لها سورة مكية واي أيضا جميع بها الله تعالى استقال أيضا واي ترتيب ذي سورة سيتي كورت واي سورة سورة المكية واي ما يكون هذا الآس لما حقيقة مهمة حقيقة كورت مئتها حقيقة القيامة واي تنلو بعد ما يبوها الوحي والرسالة واي وكلاهما من لوازم الإيمان إيمانك ولكن لازم ويكون مدئين سورة ما يبوها أصول عقيدة إسلامية كهذا من البعث والجزاء ما يكون هذا من البعث والجزاء إن إلهي دهس بيدون جازيدون وحداني إلهي كهذا وحي كي رسالة كهذا سديد قضب أن كمين سنان نوتي أصول عقيدة هاي لكن يا تقضب لحاد يا ميبوا الله ما قضب هاي تو وحي كي رسالة إتو قيامة هاي قيامة ذا كمرياس رسالة لك قنان ذي سورة الكريم كما يقول هذا الآس ببيان القيامة يقول هذا الآس قيامة ببيان جاكو إدعيو جاكو هذا الآس انقلاب كوني هاي الكريد دون إلهي بابي دون إريدي يونتي بلي حدكت إيو بلي إبورو إيو بط إدل إير يونتي كله نعملي وحوش كله بابا دونه هذا الآس إذا شمس كورة سلم بلا سورة الكاسبات ما يقول هذا الآس حقيقة الوحي يقول هذا الآس فلا أقسم بالخنة سلم بلا ما إذا إن إلهي رسول شيء رسول كريم إيه يشهد سورة ما لقينا ندي ببيان بطلان مزاعم المشركين مشركين ذو حابة الشيخان قرآن كو الشيخان بعض دلنا ماذا لقو الشيخة إيو بعض دلنا ماذا الشيخة أو إلهي رسول شيحة إيو نتي كتاب أساقدتي بحقين يسورة لقينا ندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إلى قوابك الجران مايلا ريلانكي او يا مدى توس ارغا فلاو اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت سيدس غرام الاخر لير سيدس غرام ما يبوا وصور دي قيامه اذا وقتك الشمس يريد كورت للضوبة اذا اداتو شرطوا اداتو شرطي اسماء دينا مقول معين مرق ما يراسه اذا مرق ما يبواهم اذا كورت إذا كورت الشمس إذا هدل الضوء كورت كلام نغازي كورت للضوء وإذا وقتك إن كدرت هددت أن نجوم حدكت إن كدرت هددت وإذا وقتك سيرت الجبال بورو لسعسي سيرت لسعسي إذا وقتك العشار حاله أنا تيتوان ليد هايان أو الضوء للك هايان تومان بلوض مرايان عط طلت بلا راعن فرلو غاد يقول لهم بلنا جن إذا وقتك عطلت فرلو غاد العشار حاله تمن ليه هاين تمن ليه من رأي تمن بلا رسيد لما بلا روش يقول لهم إذا الدمر جلن سوى ينجب وإذا وقتك حشرة للشريو الوحوش دور جوكت حشرة لكل مي
إذا وقتك سجرت لقو البحار وبدا سجرت لو دقو وإذا وقتك زوجت لسكحر حرو النفوس ونفيالك زوجت لسكحر حر إذا وقتك سجرت لورسد المعودة تتنو لنو لدوغي لورسد أسئلة لورسد بأي ذنب ذنبك قتل لندلي وإذا وقتك والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.